أنا حطيت يمكن 3 أسئلة أو 3 محاور هبدأهم، أو تعال ساعدني نبدأ بأنهي محور. المشكلة عندي ولو عندي إيه هي؟ طيب، المشكلة إن الاقتصاد عنصر تكاملي بين كل أطرافه، يعني النهاردة السياسة المالية والسياسة النقدية والتخطيط والاستثمار كلها محور واحد. محتاجين النهاردة في مصر يبقى عندنا استراتيجية وطنية للاقتصاد تقول لنا الدولة المصرية في المستقبل القريب توجهاتها إيه في الناحية الاقتصادية. التكامل بين كل الوزارات دي والتفاعل بينهم بشكل يخدم الاقتصاد المصري هو ده اللي بنحتاجه النهاردة، وده بقى ملح، لأن قد نكون في تقييمنا لكافة الجهات العاملة في الدولة المصرية في الناحية الاقتصادية أن كل جهة متميزة في ملفها. يعني وزارة المالية متميزة جدا في ملفها، معالجة عجز الموازنة ومعالجة المشاكل المالية، البنك المركزي يعالج المشاكل الخاصة بالسياسة النقدية ووضعها، كل ده. لكن النهاردة طب التكامل بين ده وده، أنا النهاردة لما نيجي زي ما حضرتك بدأت كلامك بالاستثمار، طب ما الاستثمار عايز يبقى عارف السياسة النقدية وسعر الدولار أمام الجنيه في المرحلة المقبلة. هيعرفه منين؟ إما إن إحنا بنتركه لتقارير خارجية، فلازم النهاردة نعلن له عن السياسة النقدية وهي توقعات البنك المركزي في هذا الشأن عشان يبني دراسة الجدوى الاستثمارية بتاعته بشكل واضح. دي من المعوقات الهامة جدا. السياسة المالية والتضخم ووضع عجز الموازنة، وهل الرسوم والضرائب وضعها عامل ازاي؟ يعني النهاردة المستثمر المحلي زي ما انت قلت كده هو العنصر الأهم. ليه؟ طبعا. لأن الأجنبي بيجي بيعتمد على المستثمر المحلي إنه بيسأله على السوق ده، فيجي يقول له النهاردة عندك مشاكل، فممكن يجي يقول له إيه؟ أنا بيجي لي كل يوم أو كل فترة بتاع ضريبة الدخل، ضريبة العقارية، ضريبة الأرباح الرأسمالية. طب ما نوحد الجهات دي. أنا ما قلتش حاجة، ما قلتش نقلل أو نزود الضرايب، أنا قلت نوحد دول، فتبقى المعاملة واحدة مع المستثمر المحلي، وبالتالي بتسهل عليه. المستثمر محتاج استقرار. أنا عايز أعرف ضرايبي ورسومي بالكامل إيه عشان وانا بعمل دراستي تبقى كل حاجه واضحه، ما يبقاش في عندي تفريعات بتظهر لي من وقت للتاني وانا في خضم العمليه بتاعتي. بالظبط. انا كمان محتاج ان انا ابقى ثابت على تشريع واحد، حتى لو التشريع او المنظم للاستثمار في مساوئ. المستثمر ما يحتاجش احنا كل شويه نعدله ونقول له احنا هنهيئ لك بيئه الاستثمار، لا، انا معايا استقر، انا ببني دراستي على استقرار هذه الدوله. فالنهارده اللي احنا بنطرحه ان يبقى عندنا رؤيه للقوانين كمان بتاعتنا النهارده، مثلا قانون 72 لسنه 2017 الخاص بالاستثمار. طيب هو اتعدل كم مره؟ هل هيتعدل تاني في السنوات المقبله؟ انا بقول لك هيتعدل تاني. طب ليه ما يبقاش عندنا قانون واضح غير معدل نبني عليه خطه استثماريه للدوله المصريه، وايه الاهداف والقطاعات اللي احنا بنحتاجها؟ المشكله الحقيقيه في الاستثمار وملف الاقتصاد 3 نقط اساسيه: الثقه اللي تبنيها بين المستثمر وبينك كدوله، والشفافيه في اتاحه المعلومات لان هو يحتاج الى اتاحه معلومات كافيه لبناء دراسه الجدوى، والترابط ما بين الجهات الاقتصادية بشكل واضح جدا. الثلاث مشاكل دول، يعني مثلا هديك مثال كده انا بضربه بشكل كبير جدا. الثقة بتيجي من ان الدولة عندما تقرر شيء امام مستثمر بتنفذه. فالنهارده لما بيحصل اختلاف هو بيبدا يرجع 3 خطوات لورا عشان هو الاختلاف ده بيأثر عليه في حساباته، ان هو داخل عندك يستثمر عشان يكسب، وبالتالي ينقل لك تكنولوجيا ويعمل كل ده بس داخل يكسب. مثلا ملف التأمينات الاجتماعية، وده أنا ضربت مثال بيه في المنتدى الفكري الخاص بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. التأمينات الاجتماعية كان في مصر مشكلة كبيرة جدا أزلية، هي أن الرواتب التأمينية شيء في كافة القطاعات والشركات، والرواتب الضريبية شيء. إيه اللي حصل؟ إن خرج قانون في التأمينات الاجتماعية في 2020 قال بشكل واضح إن النهاردة هنوحد الراتب الضريبي والراتب التأميني، وإن كافة الجهات تتحمل هذا العبء اللي هو مساوتهم ببعض من اعتداء من 2020. وقيل نصا ان اللي فات مات، وتشجيعا للاستثمار وتشجيعا لدور الشركات، احنا يا جماعه هنبدا من النهارده عشان نوفق اوضاع. المطالبات تاتي للشركات على 2015 و16 و17، فهنا بيبدا يحصل الخلل. انت النهارده بتوفق اوضاعك وعايز سياسه جديده، كان مر ظهر من الزمان هناك فروق ما بين الرواتب الضريبيه والتامينيه، يبقى انت النهارده لما توفق اوضاعك وفقها ابتداء من تاريخ القانون، لأن المحاسبة بأثر رجعي هتأثر على كل وهتزيد الأعباء، وبالتالي هتفتح باب للهروب من هذه بشتى الطرق. أبقى خايف أتعثر فأبدأ ألاقي سكك عشان أعرف أنفذ من الموضوع. بالزبط.